في المملكة وفي غبرة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، أضيئت في العديد من المدن والمناطق الأردنية شجرات الميلاد. فبرعاية وزير الشباب محمد النابلسي، أضاءت مدينة الحسين للشباب بعمان شجرة عيد الميلاد احتفالاً بهذه المناسبة المجيدة. وقد حضر حفل الإضاءة عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين. وأعرب النابلسي عن سعادته بمشاركة الأخوة المسيحيين احتفالاتهم، مؤكداً على روح التسامح والألفة التي تربط أبناء الأردن جميعهم على اختلاف منابتهم وأصولهم، متمنياً أن يكون هذا العام عاماً مليئاً بالإنجازات والصحة والعافية، وقد تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع من تداعيات جائحة كورونا. كما شارك رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات أبناء الرعاية المسيحيين في إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة الحصن بمحافظة إربد. وقال العودات في حفل الإضاءة: إننا في الأردن نعيش حالة من التسامح والتآخي مسلمين ومسيحيين، مجذرين قوة ومتانة النسيج الوطني الذي بقي ثابتاً وأساساً على امتداد تاريخ الأردن، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا بالمحبة والسلام. وحضر حفل الإضاءة عدد من الآباء الكهنة وممثلي الكنائس المسيحية في المملكة. وفي السلط أضيئت شجرة عيد الميلاد المجيد من خلال فعالية نظمتها قناة تراث السلط بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى، وبحضور عدد من الوزراء والنواب وكبار المسؤولين والآباء الكهنة وجمع من مواطني المدينة. وأكد المهندس خالد الخشمان رئيس بلدية السلط الكبرى على أن نهج العيش المشترك هو نهج أصيل لدى أبناء مدينة السلط، مهنئا عموم المسيحيين في المملكة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأجمع المتحدثون في الاحتفال على أهمية العيش المشترك في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. وبرعاية نائب محافظ الزرقاء فراس الفاعوري، تم إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد على دوار الشهيد هزاع المجالي بمدينة الزرقاء، بحضور العديد من رعاة الكنائس ونواب المحافظة وجمع محدود من أهالي المدينة. هذه المناسبة عزيزة علينا، وهذه المناسبة هي لوحة فسفسائية إن دلت على أي شيء ما تدل على الرحمة والتراحم والوئام بين هذه الأديان، كل ذلك في هذا الوطن الحبيب في هذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا، كيف لا، وسيدنا صاحب الجلالة الملك الحسين المعظم حامي وحامي والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. تعلمنا الكثير من القيادة الهاشمية على حب الوئام وحب التعايش. نحن أخوة، نحن نرسم هذا الوطن بجميع مكوناته وبجميع أطيافه. وأكد النائب هاي العياش على أهمية المناسبة في تحقيق حالة من الوئام والتآخي بين الأديان والتي يتميز بها المجتمع الأردني، وقال إن إضاءة شجرة عيد الميلاد في الزرقاء احتفالاً بميلاد السيد المسيح هي رسالة لكل العالم لمزيداً من المحبة والتآلف بين الجميع، وخاصة في هذه الأيام، إلى جانب أهمية العيش المشترك بمزيد من الطمأنينة والسلام. أسعد الله مساءكم. تم هذا المساء المبارك إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الزرقاء، المحافظة التي تجمع ولا تفرق، تحت رعاية نائب عطوفة محافظة الزرقاء وحضور الآباء الأجلاء ورئيس بلدية الزرقاء وبعض نواب محافظة الزرقاء، وكان احتفال بهيج. حفظ الله مملكتنا الحبيبة وقيادتنا الهاشمية، وعد الله هذه الأعياد المجيدة علينا واحنا نحن بألف خير جميعا. وشكرا لإذاعة نورسات، قناة نورسات، على هذه التغطية الإعلامية المميزة لهذا الاحتفال المميز في هذه المدينة التي نفتخر بها، التي مدينة الجند والعسكر، المدينة التي تجمع ولا تفرق أبناء محافظتنا كافة. حفظ الله الأردن وقيادته وشعبه الطيب. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة 2021. يأتي عيد الميلاد هذه السنة في وسط جائحة كورونا التي تعاني منها الإنسانية جمعاء. نتمنى من طفل المغارة الذي ولد في بيت لحم أن يولد في بلدنا العزيز الأردن وفي العالم أجمع، لكي يمنحنا الأمل والنور حتى نعيش في سلام وأمان
يعيش العالم أجمع في سلام وأمان، ويبقى أردننا العزيز بالقيادة الهاشمية كما هو، ويقودنا جلالة الملك عبد الله الثاني دائما إلى بر الأمان، ويحفظ جلالته ويديمه دائما على بلدنا قائدا ومرشدا، حتى نسير دائما إلى بر الأمان. وكل عام وأنتم بخير. باسمي وباسم أعضاء مجلس بلد الزرقاء والأهالي في مدينة الزرقاء، هذه المدينة مدينة المدن الأردنية، بتقدم بكل معاني التهنئة والتبريك لأهلنا وأحبتنا الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهذا الحفل وهذه المحتفال بهذه المناسبة العزيزة بتتم في رحاب بلدية الزرقاء في ميدان الشهيد هزاع المجالي. هذه المدينة هي مدينة التعددية، هذه المدينة اللي بتجسد كل معاني الإخاء والمحبة اللي حث عليها السيد المسيح. ولذلك يعني بلدية الزرقاء ممثلة برئيسها وأعضائها وكل الأهالي بتمنوا لأن تتم هذه الاحتفالات، وقد تحققت أماني أفراد العالم وشعوب العالم بالتخلص من هذا الوباء، وأن أيضا تنتهي النزاعات في هذا العالم، وعم السلام الذي نادى به المسيح عليه السلام. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. باسم اللجنة التحضيرية لإضاءة شجرة الميلاد في محافظة الزرقاء، مدينة الجندي والعسكر التي سطرت أغلى تاريخ هذا الوطن الغالي وعلى أرض دوار الشهيد هزاع المجالي، نشكر الجميع على اللفتة الحلوة من الأباء الأجلاء وعطوفة رئيس بلدية الزرقاء وعطوفة محافظ الزرقاء الذي قام بالافتتاح. نشكركم جميعا في هذه المناسبة، ونطل عليكم لنعايدكم ونقول لكم مناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، رغم كل الصعاب وجانحة هذا المرض اللعين كورونا، إلا أبينا أن تكون هذه الشجرة السنة مميزة في محافظة الزرقاء وعلى منطقة ودوار أغلى الرجال من رجالات الوطن الذين سفكوا دماءهم سفكوا هذه الدماء الغالية للحفاظ على هذا الوطن. ونقول لكم في النهاية كل عام وأنتم والأردن والوطن وقائد الوطن بألف خير.